النهارده طبعا بهذه المناسبه الاحزاب والقوى السياسيه بتهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى النصر، ومعانا اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركه الوطنيه. سياده اللواء اهلا بيك معانا في التاسعه، وكل أهلا سنه بيك وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، اهلا وسهلا فيك. اليوبيل الذهبي كلمة يعني لها واقع مختلف على نفس الواحد لما نتكلم عن 50 سنة مرت على نصر أكتوبر، وكأننا كل سنة بنعيش في النصر كأنه لسه بيحصل. كلمنا عن ذكرياتك عن نصر أكتوبر وحرصكم على تقديم التهنئة للسيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. طبعا دي معركة أكتوبر دي تعتبر من أهم المعارك في التاريخ الحديث، يعني كانت معركة في منتهى القوة والذكاء الخارق، لأن ما حدش كان يعرف بيها خالص حتى إحنا إلا قبليها ب 30 دقيقة بالضبط، فما حدش كان يقدر يعمل حاجة زي كده إلا من واحد قادر على انه يحمي الوطن بتاعه، وخدت وقت ودراسه مهوله عشان نقدر نحقق هذا الانجاز. وطبعا الاحتفال بيها ده حاجه امر مفروغ منه، اكيد لانها من الحاجات اللي بتدينا قوه كعرب قدام العالم كله بالنسبه للقوات المسلحه. ندخل بقى في ذكريات الحرب نفسها مع حضرتك. ذكريات الحرب، كنت سلاح ايه سياده اللواء؟ أنا قوات جوية، ملاح في قوات جوية في قاذفات، بس للأسف أنا كنت في غرفة العمليات لأن كنت خدت عدم لياقة في الفترة دي، وحضرت القيادة كلها في غرفة اللي أدارت الحرب بالكامل. جميل. هي كانت مفاجأة للجميع طبعا، ما حدش ينكر هذا، وكان الاستعداد لها على قدم وساق قبليها، لكن من غير ما نعرف إيه هو هي ساعة الصفر أو ايه اللي هيحدث يعني، لكن ما كانش فكرنا خالص ان في حرب هتقوم. غرفة العمليات يعني غرفة العمليات اللي كان فيها الفريق مبارك وفيها القيادة بتاعت القوات الجوية اللي بتقود بشير الجمصي. لا دي بتاعت القوات الجوية. بشير الجمصي كان غرفة العمليات الرئيسية. لكن دي بتاعت القوات الجوية، بتاعت القوات الجوية. لحظة النصر بقى وحضرتك في غرفة العمليات. طبعا دي حاجة ما يعني ما نقدرش حد يتخيلها لأنها ما كانتش متوقعة، لكن الحمد لله ربنا أدى العملية، كانت في منتهى الاتزان والتصرف كان ممتاز وسريع، والقوات الجوية قامت بمجهود جامد يعني بصراحة. أكيد طبعا. والقوات المسلحة نفس القصة وأكثر، يعني الجميع قاموا بمجهودات عظيمة في موضوع أكتوبر، وبصراحة يعني حاجة عظيمة للرئيس السادات، واتخاذ القرار أعظم كمان من المعركة نفسها. نفسها. السنة دي في احتفالاتنا باليوبيل الذهبي في تركيز على مسألة أهمية أن الأجيال اللي ما حضرتش الحرب والأجيال الجديدة تعرف يعني إيه نصر أكتوبر المجيد. شايف حضرتك أهمية ده بالنسبة للأجيال، وحضرتك من عاصرت الحرب نفسها؟ لازم طبعا، لأن الأجيال لو ما عرفتش وما فهمتش إيه اللي حصل عمرها ما هتفكر في حاجة. لازم تتشرح بالتفصيل الدقيق للي اتقام بالمجهود اللي اتعمل في القوات المسلحه قبل الحرب، واللي اتعمل في وسط الحرب لحد ما وصلنا للحد اللي احنا فيه. المكان. وطبعا وجود حضراتكم وسطينا ده دافع وقوي وتاريخ موجود على الارض. طبعا التاريخ ما حدش لا ينكر حاجه، لكن اعتقد انه ممكن يتكتب اكتر من كده كمان. في حاجات كتيره مختفيه ده ولها أصول موجودة ممكن تظهر إن شاء الله. إن شاء الله. أعتقد أن الفترة القادمة مع اهتمام القيادة السياسية بتأريخ تأريخ حرب أكتوبر ونصر أكتوبر هيكون عليه شغل على أرض الواقع أكتر من كده. سيادة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية وأحد
أبطال أكتوبر. أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل أبطالنا بخير.